خلاص ثانيه، وبالذات على مهاجمين كبار زي دول، هو مستني وائل جمعه انه ثانيه يروح منه ويبدا يركز، فمحتاجه مجهود كبير. هي دي نقطه، ما هي دي نقطه التركيز اللي الواحد كان بيحاول دايما ان يحط نفسه فيها طول 90 دقيقه، ما يعني ان انت عارف انت بتلعب على مين واسماء عامله ازاي وامكانياتها عامله ازاي، وكل دقيقه بينك وبينه هو هيجيب جول صحيح، فانت لو غفلت عنه الدقيقه دي او الثانيه دي خلاص انت ضعت ومنتخبك وفريقك ضاع. خلينا انتوا ولا دروجبا انت يعني شايف يعني هو اللي انا الاثنين يا كابتن هاني بصراحه عندهم امكانيات غير طبيعيه، يعني اي مدرب يتمنى واحد من دول في فريقه صحيح، واحد عنده السرعه والموهبه والمهاره واللي هو ايتو والخبث في الملعب. دروجبا امكانيات بدنيه ممتازه وجسم ما شاء الله حاجه يعني، قلت مره عليه شاسيه يتمنى اي مدرب فعلا لا جسمه طويل جدا يخليك ما تشوفيش الكره لو انت في ظهره يعني، فالصراحه صعب ان انت تختار بين الاثنين اصعب، بس دايما الامهر هو الاصعب الامهر، لان هو يعني ده اللي اصعب من صاحب القوه. صاحب القوه ده طول ما هو في صدرك وقدامك وقدامك سهل رقابته يعني، ممكن يبقى في الكرات الهوائيه مثلا صعب شويه، انما اللعيب الحريف ده لو جالك بوشه تبقى مشكله صحيح. عنده يقدر السرعه يقدر يعدي، فصراحه انا يعني الحمد لله الواحد في مباريات كتير اللي لعب قدامهم نجحت فيهم الحمد لله يعني، فما تقدرش تختار، انما في اسماء تانية الحمد لله برضو الواحد لعب عليها واسماء كبيره يعني، اسماء منهم مين يعني؟ انا افتكر ان من افضل المهاجمين اللي لعبت عليهم روني يا كابتن هاني. روني المهاجم الانجليزي قوي جدا 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 كمهاجم وحريف، الاثنين عنده صعب جدا يعني، الترنات عنده صعب تتوقع هو يروح الترنات عنده مع قوه جسمه دي يعني من الحاجات الملفته فعلا في المباريات، انما الحمد لله الواحد كان بيعمل مباريات كويسه قدامهم يعني قويه برضو. واكسبت الواحد خبرات كبيره جدا طبعا، فنتمنى اللعيبه بتاعتنا توصل لحته انه يلعب على لعيبه اسماء دي، لان هي بتديهم تقل صحيح. اصعب مباراه او اهم